حاولنا كده نحتفل وناخد شوية من الأجواء داخل الملعب. يعني طبعا مراسم بقى التتويج دلوقتي، فطبعا هم هيستلموا الميداليات بالتأكيد. كان نفسنا يعني نبقى معانا احتفالات أكتر، بس الدنيا كده. بس سيبك أنت وش الخير النهاردة. يعني ألف مبروك طبعا لكوماندوز اليد، دايما معودينا كده على الانتصارات على طول، وإن شاء الله مزيد من الانتصارات الفترة الجاية بإذن الله ليهم يعني. صحيح يا صحيح رب. كابتن، يعني مش عارفه اقول لك ايه يا كابتن شريف، وعايزه اقول لك انه فرحتنا بس النهارده، لان الموضوع كان صعب جدا. قابلنا شويه اخطاء تحكيميه، مش بقول انها موجهه يعني، ولكن كانت صعبه مش سهله. كانت الدنيا مش اسهل حاجه، ولكن رجالتنا دايما موجودين في الميعاد، رجالتنا دايما المحترف. يعني الاداره متعاقده مع محترف على مستوى عالي جدا جدا طبعا. ولكن النهارده الحظ ما ماشي كانش احسن تصدق. حاجه معانا، انه يكون ورقه يخلص. وزي ما كابتن حماده بيقول، الناس عملوا كل حاجه ممكن تتعمل علشان الورق يخلص، ولكن ده كان حظنا. بس عشان نقول للناس برضو ان احنا بكوماندوز اليد وبالصفقتين اللي تم التدعيم بيهم، وبرغم اصابه مودي، ولكن يعني بمسانده الاداره واللعيبه الرجاله بالخبرات بالجهاز الفني اللي تم التعاقد معاه السنه دي، قلنا برضو ان احنا برضو من غير المحترف قدرنا نكسب. يعني النهارده كان النادي الاهلي نازل بكامل صفوفه، النهارده النادي الاهلي موجود بكامل صفوفه، قدر يخلص المحترف، قدر يخلص كل صفقاته النهارده، ونازل بقوته الضربه. ولكن احنا النهارده برغم ان من سوء حظنا ان المحترف ما كانش موجود، لكن قدرنا ان احنا نثبت انه حتى لو المحترف مش موجود، أكيد بالصفقتين اللي تم التدعيم بيهم، بلعيبتنا الموجوده من الاساس، بالجهاز الفني الجديد اللي تم تدعيمه بالتاكيد من قبل الاداره، قدرنا ان احنا برضه نفوز. وشك وش الخير. أكيد طبعا. أنا عايز أقول حاجة، هو فريق الهاندبول طبعا هو عودنا على كده على طول طبعا بصراحة، الفريق رجالة جدا وبيكونوا على قد أي نهائي بيلعبوه، سواء بقى في غيابات، سواء الموضوع المحترف ده برضو اللي ما تمش، سواء أي بقى صحيح أخطاء تحكيمية أو حاجة، هم معودنا على كده على طول، طبعا. وإن شاء الله دايما كده، وربنا يوفقهم في البطولتين اللي جايين يا بإذن رب الله يعني. يا رب ان شاء الله.